المياه تحيط بكل مسارات واتجاهات الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وولايات السودان الشرقية. فيضان على فيضان ضاعف من معاناة السكان. من خلال منصة أنا الشاهد من السودان نرصد حجم الأضرار التي أحدثتها فيضانات هذا العام. المعاناة دي يعني معاناة لي أكثر من شهر ولا شهر وحاجة ولا أقل شوية. يعني معاناة زي ما الكاميرا بتوضح دي، العربات ما بتطلع، الناس ما بتطلع، دي المعاناة. يعني معاناة أصلا. يعني الكاميرا زي ما قلنا بتوضح، ودي المرة الثانية والثالثة، يعني الناس اتكلمت ورفعت بالفيس كله، لكن ما في جهة مختصة أصلا وصلت هنا عملت لها شيء مقنع. المنسوب السنة فيه زيادة ما حصلت قبل كده، عشان كده طرق بعد الآثار في شارع الزلط بعض الحفر وبعض الهناية. حصل لنا بعض الأضرار الطفيفة، 21 بيت داخل القرية من انهيارات لبعض المنازل، انهيارات جزئية وانهيارات تامة. كوبري الآن معرض، الكوبري الآن معرض للانهيار، والحركة فيه بطيئة شديد. يعني خط السير بقى اتجاه واحد، يعني كما تلاحظون الآن الصورة الدخول الخاطئ لبعض العربات. حصل صدام بين عربيتين دفار وبص. احنا رسالتنا بالذات للجهات المسؤولة، خاصة بالناشي داخل الطرق والجسور المتمثلة في هندسة الطرق والجسور، أن تجي تؤهل الطريق، خاصة يعني الطريق من كوبري الخياري إلى نقطة الحدود مع القباري، داير تأهيل تماما. يعني أبو بكر الزاكي، أنا الشاهد، السودان.